أميرة إيرمان، مؤسسة شركة ناشئة مهن حرة. قمت بإنشاء شركة ناشئة مهن حرة وهي تهدف إلى لا ديجيتاليزاسيون دون لي ميتي بي تي بي، دونك تطوير جانب البناء والأشغال العمومية. التطبيق اللي رانا نعرضوه حاليا هو تطبيق مهن حرة، هو تطبيق اللي يقوم بربط الحرفيين أصحاب المهن الخدماتية في مجال البناء بالزبائن اللي يكون عندهم مشاريع صيانة، وكذلك ربطهم بالمتاجر الإلكترونية الخاصة بمواد البناء والأشغال العمومية. الآن نحن سعداء بالمشاركة كعارض في الصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية المتواجد حاليا بالسافكس. هذه المشاركة تاعنا راح تقربنا من زبائن محتملين، وكذلك تسمح لنا أن احنا نكون على تواصل مباشر بالمستهلكين اللي ممكن أنهم يستفادوا من التطبيق.